عملائنا الكرام، حياكم الله معرض بي ار ديتكتورز في دبي. باعتبارنا الوكيل الاول والاقدم في الشرق الاوسط وافريقيا، فنحن نعمل جاهدين على توفير المنتجات ذات الكفاءه العاليه. واليوم اخترنا لكم جهاز امباكت برو. الجهاز هو احد اجهزه الفي ال اف الذي يعمل بالنظام الصوتي او النظام الكهرومغناطيسي. الجهاز يقوم بكشف الذهب والذهب الخام بالاضافه الى الكنوز والدفائن. الان راح نتعرف على حقيبه الجهاز ونشوف تجربه عمليه على الجهاز ونتعرف على اوضاع البحث. صندوق الجهاز يحوي على الوحده الرئيسيه مع حامل الذراع، عصا الجهاز مع عصا اضافيه، بالاضافه لثلاث اطباق بحث، الاول بقياس 45، الثاني بقياس 28، والثالث بقياس 19، بالاضافه الى سماعه خارجيه واكسسوارات حمايه الشاشه الخارجيه للجهاز، اربع بطاريات دبل اي قابله للشحن وشاحن الجهاز مع حامل الوحدة الرئيسية ودليل المستخدم. يعد جهاز امباكت برو خيار جيد ومناسب للمنقبين الذين يقومون بالبحث على الذهب والذهب الخام والدفائن، وذلك لاحتوائه على 12 وضع بحث يمكن الاختيار بينها ما إذا أردنا البحث عن الذهب أم الدفائن أم العملات المعدنية. بعد ما قمنا بتشغيل الجهاز نلاحظ عنا الشاشة مقسمة إلى عدة أقسام. القسم الأيسر من الأعلى مخصص لأوضاع البحث، القسم الأيسر من الأسفل مخصص لإعدادات البحث، أما القسم الأيمن في الأعلى نلاحظ في عنا الإكسبرت سيتينج أو الإعدادات المخصصة. الوضع الأول اللي اخترناه هو الوضع الساكن. هذا الوضع مشابه تماماً لوضع البين بوينتر في باقي الأجهزة الصوتية، بحيث كلما اقترب الهدف من مركز القرص زادت حساسية الجهاز الصوتية مع إظهار معرف هذا الهدف على الشاشة. الآن في حال مررنا قطعة من الحديد بنلاحظ كلما اقتربت هذه القطعة من مركز القرص زادت حساسية الجهاز الصوتية بالإضافة إلى إظهار معرف الحديد على الشاشة. الآن لو مررنا قطعة من الذهب بنلاحظ استجابة الجهاز الصوتية مع إظهار أرقام مختلفة تماماً عن الأرقام التي أظهرها للحديد، وهي الأرقام الخاصة بمعرف الذهب. الآن لدينا قطعة من النحاس، لو مررنا هاي القطعة من أمام القرص بنلاحظ استجابة الجهاز الصوتية بالإضافة إلى إظهار الأرقام الخاصة بمعرف النحاس. بإمكان جهاز امباكت برو أيضاً عزل معدن الحديد تماماً، فلو مررنا قطعة من الحديد بنلاحظ أنه الجهاز لم يعد يعطي أي استجابة صوتية على معدن الحديد. الآن لو مررنا قطعة من الذهب بنلاحظ أنه الجهاز ما زال يقوم بالاستجابة لمعدن الذهب، ولو مررنا قطعة من النحاس بنشوف الاستجابة الصوتية ما زالت موجودة لمعدن النحاس. بإمكان جهاز امباكت برو أيضاً تمييز معدن الحديد بنغمة خاصة عن باقي المعادن. هذا كان شرح مبسط عن جهاز امباكت برو. بإمكان عملائنا عند شراء الجهاز الحصول على فيديوهات تعليمية مفصلة بالإضافة إلى البرمجة الخاصة بهذا الجهاز، كما يوجد لدينا فريق مخصص من المهندسين للدعم الفني على مدار الساعة. كان معكم غيث من فريق بي آر ديتكتورز، الوكيل الأول والأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودمتم بخير.